وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيره المنزله وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهوريه خاصه ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من انتاج الثروه السمكيه بالكامل وذلك بالاضافه الى تكوين تجمعات عمرانيه وسياحيه لرفع مستوى المعيشه للمواطنين القاطنين حولها جاء ذلك خلال متابعه السيد الرئيس للموقف التنفيذي لتطوير بحيره المنزله والمناطق المحيطه بها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، والسيد محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، والسيد محمود توفيق وزير الداخليه، والدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات. وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات. بالاضافه الى تكوين تجمعات عمرانيه وسياحيه بما يساهم في رفع مستوى المعيشه للمواطنين القاطنين حولها وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة من خلال محاور عدة رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحري والسياحة والبعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئي بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكباري على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلاً عن تكريك جزء كبير من المنطقة وأيضاً أعمال التطهير وإزالة التعديات وغيرها من المشروعات التي ساهمت في تطوير وتنمية البحيرة كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثماريه ببحيره المنزله والتي تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنميه المستدامه لها وما تتضمنه تلك المقترحات من اجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيره سواء من الناحيه البيئيه او الاقتصاديه او العمرانيه او الاجتماعيه او السياحيه وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاعمال البحريه والتنمويه